باركيت على فريز هو الديسير الحلو اللي رح حضره اليوم شيف شارل. صباح الخير. صباح النور. شو رح نتوقع من الديسير؟ شكليا اولا عم نحكي كيك كبير عم نحكي كيك صغار؟ هن قطع صغار في عليهم مثل كانك عم تاكل رولاد او بسكوي يلي كل الاولاد بيحبون الاولاد الصغار، او اذا بدك هو بفتره بعد الظهر اذا واحد مثلا مع قهوه او مع شاي بحب ياكل هيك قطعه حلو، او بعد ما يكون عامل سياست بيقوم بيطلع باله سكر. هيدي هي الباركيت على فراس، فيها بقلبها مربى الفراس، فينا نحط مربى فلوج او اذا بدك كمان فينا ابريكو، حيالا نوع مربى. نحن رح نعمل يعني بنحول من باركيت على فراس لباركيت لا ريد بيريز او مشمش او اللي بدنا اياه. اوكي سو هلا نحن انا جايب معي فلوج. هلا الفلوج هون ما ضروري نحن نجيب الفلوج يلي هن طازه، فينا نستعملهم مثلجين، حرام لانه بدنا نعملهم كونفيتور، ما ضروري يكون انه الحبوب يعني لان بتفرق بالسعر كثير. لحتى نعمل المربى الفلوج او الفراز فينا نحط كميه الفواكه الحمراء، تقريبا نص سكر او فينا ربع سكر، يعني هون حسب نحن كيف بنحب ال قديش الحلو تبعها. سو اول شغله رح نحطه مع بعضهم على النار، فينا باخر الكويسون تبعها فينا نبرش برشه حامض نحافظ على اللون لنحافظ مضبوط الاسيديتي لتعطيها طعمه كمان اطيب. هلا انا رح بلش اول شيء لانه بتاخذ وقت لحطها على النار. أوكي. وبهالوقت نحن بنكون عم نشتغل نعمل الباركات. اوكي اوكي هلا هي كلمه باركات جاي من كلمه انه لازم تكون شكلها اوفال. هلا اذا ما توفر الموديل الاوفال فينا نعملها مدوره، يعني بدك تلاقي المولد يكون اوفال. اوكي هلا انا مثلا جايب شيء قريبه على جنواز، هي قريبه شوي على جنواز، بين بسكوي بين بسكوي بس سوفت. اوكي اوكي رح احط هون بمقليه صغيره لانه هن كميه صغيره، رح احط الفريروج ورح احط السكر. سو انت مع الفريز زايد زي فرامبواز وغروزاي. اوكي رح نولع عليهم خليهم ينطبخوا شوي شوي. هلا انا جايب معي شويه مربى انه بحال عزنا يعني ما خلصت هذا بنستعمل هيديك، بس هون بكون فرجينا المشاهدين شوي صغيره انه كيف فينا نشتغلها. هلا كرمال الباركات اول شيء نحن في عندنا زليل بيض صفار، حليب ليكويد، سكر شوي صغيره، ملح وطحين. اذا بنشوف الانجريدينتس اللي عندنا اياهم هون هن قريبين لجنواز، هو مزبوط يعني قريبين لجنواز، بس هون لتطلع اخف نحن فصلنا الصفار عن الزليل، رح نحط شوي صغيره ملح بس كرمال للزليل يطلع التونيو تبعيته تطلع احسن، الحليب لتعطيها شويه سوفتنس، يعني فينا نحن ما نحط الحليب بس بتعطيها شويه بتكون قطره، وبس هدول هن يعني هدول هن الانجريدينتس. اوكي رح بلش هلا اول شيء رح احط الزليل ورح احط ارجع فوق منه لكن بيض اثنين تقريبا ايه، هون السكر واحدة ونص. لا لانه هون الزليل بيفرق يعني. أوكي. يعني الزليل بدك على الجراماج يعني على الجراماج اذا بدك على المضبوط هون، اذا بدك الصفار هن 40 جرام والزليل هن 60 جرام، 40 جرام يعني 2 صفار. اوكي والزليل بيطلع كمان 2، يعني نحن عندنا بيضتين فصلناهم عن بعض. عظيم. اوكي يعني هون ما بيصير في غلط، لو كان الصفار وزنه شيء والزليل وزنه شيء هون بيصير معنا غلط. رح بلش انا بدنا نعمل الزليل يطلعوا موطي يصيروا مثل تقريبا مرانك، ونرجع بعدين بنضيف الاغراض الباقي.
لازم الزليل يطلع بعد احسن يعني لازم يطلع اكثر بس هو رح ياخذ شوية وقت. رح نزل انا هلا الصفار حطيت مع الصفار الحليب الكيب ومن بعدها رح ننزل الطحين. حليب كان فيه يعني كانه ملعقتين ثلاثه قليل 10 جرام يعني ما أوكي. هلا بنخلطهم ماشي. اوكي شفتوني كيف هلا بلشت نعمل عم نخليها تتبخر المي اللي بقلبهم والسكر هلا موجود. هلا اجمالا لما تعمل ربا بتصير بتشيل القشوه هون هلا لانه هيدي مش نحن نستعملها لاستعمال يعني القشوه مشان ما تعمل رغوه على الوجه بقلب بقلب البوكال. اوكي هون الطحين هلا عم ننزله هلا رح نشتغل مثل ما شايف على هذا المول. ايه فينا نستعمل مثل ما قلنا نضلنا محافظين على الاسم والشكل نستعملها البركات نستعملها بقالب اوفال. اوكي هلا عم نحمل نحن الفرن حميناه على ال 170 175 اكيد بالبيت لازم يكون حراره الفرن في الفرن العادي يعني فرن البيت لازم تكون الحراره على ال 190 اوكي دائما بنزيد 20 درجه بفرن البيت فرن اذا كان عندهم فرن هواء كونفكشن مثل هيدا بنضلنا على نفس الحراره اللي انا عم بقولها بس الفرن العادي لازم نزيد 20 درجه. طيب الطحين متى رح لا كل نزلت الطحين اوكي هلا رح نفضيهم بقلب القواليب. هلا هون في شغله كثير مهمه بال للبركات نحن وقت نفوتها على الفرن تقريبا بتاخذ لك هي شيء حوالي 10 دقائق قبل بدقيقتين من ما تخلص الكويسون لازم نكبسها كبسه صغيره بملعقه او بشيء لحتى نعمل لها جوره لتقدر تسيع المربى بقلبها على الوجه. اوكي اوكي رح انا هلا هون اذا فيك بس ايزت هديها هيك بنجرب نحافظ قد ما فينا على الزليل ما يهبط معنا خلطناهم بطريقه كثير على الخفيف لحتى ما يهبطوا. هلا هون نحن فينا نزيد له كمان معنا برش حامض بالبركات او برش اورانج بتطلع كثير طيبه. بهالطريقة بنصب بقلب القوالب. هو القوالب كثير منيح لانه سيليكون سيليكون دغري بتقبع يعني ما بدنا لا ندهنها ولا شيء. بهالطريقة
اوكي. جرب بعد اخر شيء ننزلهم ليطلع وحده. عظيم. اوكي. هلا رح نحطها بالفرن. الفرن هو حوالي هلا 170، يعني دورناه هلا من شوي بنشوف قديش حرارته، صار 160 فينا نفوت. بس قبل ما نفوت رح رش رشة سكر بودرة على الوجه. لشو بنحط سكر بودرة؟ سكر بودرة بنحطه كرمال الوجه يعمل طبقة كأنه مثل كأنه كراميل، لأنه السكر على الفرن يعني لتاخذ هالقرشة. القرشة صحيح. اوكي. طبقة صغيرة مش كثير. هلا هي رح تروح يعني بعد ما تخبزها ما رح تبين، بتبين انت عم تاكلها بتحس في قرشة. اوكي. هي طبقة صغيرة. هلا فينا من بعد ما تطلع من الفرن فينا نرجع نرشها، كمان بيعطي السكر بيعطي لون حلو. هلا نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نجرب نلاقي شيء مثلا مثل هاي اذا بدنا، بس تفوت على الفرن قبل بدقيقتين من ما تظهر. بس نكبسها كبسه صغيره بهاي بقفا ملعقه حيلا شيء مدور، او اذا بدنا اياه اذا كان عندنا اياه بشكل اوفال، اذا كانت عندنا اياها اوفال كرمال بس نحط المربى، تفوت المربى بقلبها ما تصير تزرزب لا يمين ولا شمال. اوكي. هلا رح نفوتها على الفرن ورح نخبزها. مثل ما قلنا بتاخذ تقريبا حوالي 8 دقائق 10 دقائق. بدنا نشوف. اوكي. هون شو صار عنا؟ اولموست دم تعرف؟ ايه بهالكمية. ايه لأنه هي كمية قليلة. بهيك حرارة رح نوصل. هلا نحن إذا بدنا نعرف المربى صارت السماكة تبعها منيحة ولا لا، بنحط نقطة صغيرة بصحن وبنشوفها قديش سمكتها. شو بنعمل هيك؟ أول شيء بنخلطها مظبوط. شفت كيف تبخرت المي اللي بقلبها؟ هلا هو الحلو بهاي أن نحن حافظنا على الفواكه، نحن ما طحنناهم. فينا نطحنهم، فينا هلا نجيب الهاند بلندر نطحنهم نعملهم يصيروا كلهم مطحونين، وفينا نتركهم حبوب بس نحطهم على القطعة يكونوا محبحبين. هلا هون بنضطرها بس لحتى تسقع ثانية، بهالوقت رح شيل أنا اللي كنت عاملهم من قبل. أوكي. لحتى نبلش نحن نزين. لكن هون بدك تنطرها تبرد شوي لتشوف. صح. كيف حسيته؟ والله أنا شايفها منيحة صارت، لأنه هي وسخنة بلشت تعمل خيطان. شفت كيف؟ بس بلش تعمل هيك خيطان، يعني سمكت. نحن مش عم نعمل مربى بنرجع بنذكر، لأنه إذا بدنا نعمل مربى في لها روسات خصوصي، بس نحن هيدي مربى مثل ما بيقولوا سريعة. مشان هيك حطينا نص كمية الفواكه، حطيناها سكر، بس برجع بذكر كمية السكر فينا نلعب فيها، هي اللي بخليها تجمد هو البكتين الموجود الطبيعي يلي موجود بقلب الفواكه. بس الريد بيريز اجمالا ما فيهم بكتين كثير. ايه البكتين خفيف مش مثل الابريكو. التفاح او صح، الابريكو هو اكثر شيء هو التفاح. اوكي رح نبلش هلا. فاذا هون على اللي اشتغلتهم بنشوف كيف تعلموا. صح. نحط المربى شفت قديش القطع صغار مثل ما قلنا خرجة قهوة بعد الظهر. بوشيه. ايه بوشيات صغيرة مهضومين. رح نشوف إذا هلا هيدي خلصت. ممكن نستعمل دغري من هيك. حلوة لأنه بتعرف لما يكون بعد في فواكه غير صحيح المربى اللي صارت مهروسة كلها سوا. عارف رح شيلها ورح سقعها دغري بقلب صينية. عندنا هيدي الصينية أو الجاط. فضيها بقلبها. فإذا نحن صرنا جاهزين تقريبا رح تبورد هيدي شوي. هلا بندهنها هيك. شفت كيف تبرد؟ هلا كيف صار التكستشر تبعها كأنه مربى. مش كأنه، نحن عم نعمل مربى. اوكي. شفت كيف جمدت؟ هلا فينا
دغري بملعقة صغيرة نبلش نحط على كل قطعة. وهيك ما بنكون استعملنا المربى اللي جايبينه معنا. بيصيروا جاهزين. فإذا رح ناخذ بريك سريع بنخلص هالشيء وبندوقهم سوا بعد الوقفة. كاتيا بتعرفي هيدي الحشرية لما يكون في شيء بالفرن بيكينج واحد إلا مع باله يتفرج عليها يعني يحط اصبعه او يخبص بالشغله وينزع. بقى هون الشيف عطينا فرصه انه نعمل هالشيء عن قصد مش عن 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 فجعه بنو جلت فيلينج عم نعلمهم لانه بعد بدهم دقيقتين بالفرن بشكل انه نقدر نعبيهم نحشيهم مزبوط. هلا نحن اذا عملنا المربى مثل ما عملناها كلها شقف ما انا بحاجه نعمل هيدي الشغله لانه ما بيقشطوا. بس هيك مناسبة ليفش خلقه قلبه. ايه كمان يا نردها؟ نردها اوكي نردها. هلا بدها دقيقتين تقريبا تتخلى عنها ولا يهمك شال فيك تكمل انت ومرتاح. وين صرنا؟ اوكي هيدا نايس. هدول اللي عملناه هون مثل ما قلنا هن كثير خرج مع قهوة بس ما توفرت القهوة. وين القهوة؟ ما نزلت تشرب قهوة انت؟ شربتها خلصت. ليش عم ما قلتوا لي انه في اوكي فينا نرش مع سكر اون بودر شوي على وجهنا نحن لانه اصلا رشينا قبل ما تفوت على الفرن كرمال تعمل هالطبقة شوي تكون كريسبي مشان هيك هو عم بينزلها. اوكي كانت عم شوي صغيرة عم بتكسر لانه بلشت تعمل كراميل. اوكي بقى تفضلوا رح نجيب صحون او هون فينجر فود ما بعرف يمكن ما لنا بحاجه لصحون بعتقد هيك. انا فكرت رح تكون كثير مقرقشه بس هي طريقه لانه فيها حطينا حليب بقلبها سخنه بعدها شوي المربى ولا لا منيحه لانه بردناها دغري بسرعه نحن كريمو كثير خفيفه فينا نحط معها ما توقعتها تكون خفيفه شو حاطط فيها؟ يعني العجينه ما فيها زبده؟ لا ما فيها زبده. حطينا بيض وسكر وحليب وطحين اوكي خفيفه ورشه ملح صغيره مبينه رشه الملح. هلا فينا هذه ضروريه ضروريه وفينا مثل ما كنت عم بقول فينا نزيد لها شوي صغيره برش حامض فيري نايس بيوتيفول مين على باله يدوق؟ تفضل رزق يلا جو هيد شو رايك؟ ثانك يو شيف نحن رح نخلص البوشية رح ننتقل من الاكل للموسيقى ذا ديسانز انيمي كمان كرتون يوم رح يحكينا غسان يمين عن موسيقى الرسوم المتحركة دائما مواضيع اوريجينال عند غسان